رغم كونه الأب الروحي لجماعة الإخوان الإرهابية ومن ولاها من حركات متطرفة كتنظيم داعش، يظل أردوغان تابعاً باراً له، فلطالما احتفى به في مناسبات عدة. إنه سيد قطب، صاحب فكر إحياء الخلافة الإسلامية. ذكرى إعدامه الخمسينية كانت حاضرة بندوة عالمية في اسطنبول، احتضنها وأشرف عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم في أكتوبر عام 2016 على درب التطرف. لم تكن جل هذه الحفاوة بالأمر الغريب، فمستشار أردوغان ياسين أقطاي يعتبر إرث قطب التكفيري ميراثا عالميا، فتح الطريق لمزيد من الحركات الإسلامية، كما رأى رئيس جامعة سرت أدبياته التي كفرت المجتمعات الإسلامية اليوم ترتكز عليها تركيا الحديثة. وهذا ما يجعل أردوغان ممتنا لقطب، رمز الإرهاب الأول.